بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إذ يسر لنا هذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوت الله، نذكر الله تعالى ونتلو آيات كتابه، فنحمده سبحانه وتعالى إذ تفضل علينا بمثل هذه النعمة الكبيرة، ونسأل الله تعالى الذي يسر لنا الاجتماع في بيت من بيوت الله، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، في هذه البلدة الطيبة في حفر الباطن وما حولها، أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأشهد الله على حبكم، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في بيت من بيوته على غير أنساب تضمنا ولا دنيا تجمعنا، جمعنا لذكره والاستماع إلى آياته وأحاديث نبيه عليه الصلاة والسلام، أسأل الله أن يخلص نياتنا، أسأل الله أن يخلص نياتنا، وأن يجعل مجلسنا هذا طاعة وعبادة نتوسل بها إليه سبحانه، أن ييسر أمورنا ويرفع درجاتنا ويغفر ذنبنا ويستر عيبنا ويصلح ذرياتنا ويوسع أرزاقنا ويقضي ديوننا، وأن يؤتينا من واسع فضله الكريم، حتى فإن الله تعالى إذا أنعم على عبده وتفضل إليه وتكرم عليه وأحسن إليه لم يكن العبد بعد ذلك يحتاج إلى مزيد فضل من غير ربه، فنسأل الله كما جمعنا أن يؤتينا سؤلنا. أيها الإخوة والأخوات، أقبل يوما فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل أبو هريرة، أقبل أبو الدرداء، أقبل أبو ذر، أقبل الصحابة الفقراء، أقبل سلمان الفارسي، أقبل صهيب الرومي، أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه عليه الصلاة والسلام من أمر، يشتكون إليه من الأغنياء. فلماذا يشتكي الفقراء من الأغنياء؟ هل ظلموهم حقوقهم؟ هل منعوهم الزكاة؟ هل لأن بيوت الأغنياء أوسع من بيوت الفقراء؟ أم لأن أبناء الأغنياء أكثر تنعما من أبناء الفقراء؟ كلا، فما كانت هذه مقاييسهم؟ أقبل الفقراء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون إليه من الأغنياء، قالوا يا رسول الله إن إخواننا من الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن عندهم فضول أموال فيتصدقون ولا نتصدق. يا رسول الله سبقنا الأغنياء، ذهب الأغنياء بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى. فقال عليه الصلاة والسلام أولم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ قالوا لا، أحدنا لا يكاد أن يجد طعاما يسد به جوعة أولاده، فمن أين نجد نتصدق يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام تسبحون في دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 34. هذه إحدى الصيغ الواردة في أذكار ما بعد الصلاة، قال تسبحون 33، وتحمدون 33، وتكبرون 34، فإنكم إذا فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولم يدرككم أحد ممن يجيء بعدكم. فرح الفقراء بذلك ومضوا، ولما انتهت الصلاة فإذا بلال يسبح، وإذا أبو هريرة يسبح، وإذا أبو الدرداء يسبح، وإذا أبو ذر يسبح، وسلمان يسبح، فجعل أغنياء الصحابة يتلفتون وينظرون، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، طلحة الخير، جعلوا يتلفتون وإذا في تسبيح،
وتسبيح متفق عليه بين عدد من الصحابة. فسألوهم قالوا ما الخبر؟ فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنا معه كذا وكذا. فبدأ أبو بكر يسبح، وعبد الرحمن بن عوف يسبح، وعثمان يسبح. فلما رأى الصحابة ذلك، أبو ذر وأبو الدرداء، ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رجعوا إليه، قالوا يا رسول الله قد سمع إخواننا الأغنياء بما أخبرتنا به ففعلوا مثلنا، يا رسول الله علمنا شيئا آخر. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن كثرة ذكر الله تعالى هي التي ترفع العبد درجات، وتجعل له عند الله تعالى مقاما كبيرا ربما لا يبلغه بغيره من الأعمال. ولما أقبل رجل كما عند الترمذي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني العبادات والفضائل في الإسلام كثرت، مرة تحدثنا عن فضيلة الصوم، ومرة أخرى تحدثنا عن فضيلة الصدقة، ومرة ثالثة عن فضيلة الحج والعمرة وعن بر الوالدين، يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به. وإذا سمعت مثل هذا السؤال من الصحابة فاعلم أنه سؤال خرج من أقصى القلب، فهم أصدق الناس قلوبا وأبرهم ألسنا إذا تكلموا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. اختارهم الله تعالى اختيارا واصطفاء لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء أحد الصحابة يسأل مثل هذا السؤال فأرعي له سمعك، انظر ما هي الوصية التي أوصاه بها النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني يا رسول الله بشيء أتشبث به، علمني شيئا فاضلا أتمسك به وألزمه. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمر في ذهنه العبادات، بر الوالدين، الصدقات، الحج، العمرة، صلاة الضحى، صلاة الوتر، تمر العبادات ليختار النبي عليه الصلاة والسلام منها ينصح هذا الرجل، وهو أصدق الناس عليه الصلاة والسلام إذا نصح، وأحسنهم إذا وجه، وأبلغهم إذا خطب. فماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام له؟ قال لهذا الرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر الذكر وأبشر بالخير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فكان هذا الرجل بعدها لا يرى إلا ذاكرا مسبحا. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فلما التقى العظيمان، التقى محمد صلى الله عليه وسلم والتقى إبراهيم، وأعظم الأنبياء وخيرهم وأفضلهم وأحسنهم هم هذان النبيان محمد وإبراهيم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكلاهما خليل الرحمن. واختلف أهل العلم في الأفضلية، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء وهو أفضلهم، لكن يلتقي هذان العظيمان فيا ترى عن ماذا سيتحدثان؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشبه الناس بنبي الله إبراهيم، وسمى ولده عليه الصلاة والسلام، قال: إني قد رزقت الليلة بغلام وسميته على اسم أبي إبراهيم، وسمى ولده إبراهيم. والله تعالى يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة من؟ ملة إبراهيم حنيفا. وإبراهيم عليه السلام دعا الله وهو يبني الكعبة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فيستجيب الله ويختار محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش ليكون هو النبي، فهو دعوة إبراهيم عليه السلام. لما يلتقي إبراهيم بهذا النبي الذي هو من نسله ومن ذريته، وهو استجابة دعائه لما دعا، يا ترى ما هي الكلمات التي يوصي بها إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنها أعظم الكلمات وأحسنها وأجلها وأكبرها. قال إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام،
يعني بلغ سلامي لأمتك، قل يسلم عليكم إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. الجنة أرض صالحة للزراعة وأنها قيعان، وأخبرهم أن غراسها، لما تعرف أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء يعني صالحة للزراعة، إيش الفائدة؟ نحن لما ندخل الجنة ونسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، ما يحتاج الواحد حتى يأكل ثمرا يروح يزرع عشان يطلع له رمان ولا كمثرى ولا تمر ولا، الجنة فيها كل هذا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وجعل الله تعالى ثمارها دانية. يقول محمد المنكدر في الجنة إن العبد ليضطجع على سريره فيمد يده إلى الثمرة، قال الله وذللت قطوفها تذليلا، قال فإذا مد يده إلى الثمرة دنا الغصن منه حتى تقع الثمرة في يده ثم يرتفع الغصن بعد ذلك. ففي الجنة ما يحتاج الواحد أنه يزرع، بل قال عليه الصلاة والسلام إن رجلا من أمتي في الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال الله تعالى له يا ابن آدم وما تريد بالزرع؟ ألست فيما تشتهي؟ قال بلى يا ربي ولكني أحب الزرع. فأذن الله تعالى له بهذا، فبذر البذر، ألقى البذر، فبادر الطرف، يعني صار أسرع من رمش العين، لأن الإنسان إذا زرع كل يوم ينظر إلى زرعه، ها الزرع كبر ولا ما كبر، الزرع مرض، الزرع يحتاج إلى ماء، هذا أول ما ألقى الزرع نبت أمامه، فبادر الطرف نموه مباشرة. فالجنة ما يحتاج الواحد يزرع، كل شيء فيها موجود. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام يقول لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم، أعطهم معلومة وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان، يعني الجنة أرض صالحة للزراعة وأنها قيعان، وأخبرهم أن غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل من قال ذكرا من هذه الأذكار الأربعة جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا نعم يا رسول الله، فماذا اختار من العبادات؟ قال ذكر الله عز وجل. هذا أيها الإخوة لا يحتاج إلى فعله في جماعة، الذكر لا يحتاج إلى فعله في جماعة، لا يحتاج أن تنفق مالا لأجل فعله، لا يحتاج أن تفعله قائما أو قاعدا أو مضطجعا، ما يحتاج إلى هيئة معينة لك، ولا يحتاج أن تستر لأجل الذكر أن تستر عورة أو تتطهر قبله أو أن تسافر أو أن تنفق مالا، يستطيعه الكبير والصغير والغني والفقير والعربي والأعجمي والعالم والجاهل والفارغ والمشغول، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الذكر، كلا بل حتى الأنبياء من قبل جعل الله تعالى في قلوبهم محبة الذكر، محبة الذكر. موسى عليه السلام قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، وموسى هو خليل الرحمن وأفضل الأنبياء، الأنبياء أكثر من 120,000 نبي كما في حديث أبي أمامة وأبي ذر في مسند أحمد وغيره، أكثر من 120,000 نبي، أفضلهم هؤلاء الثلاثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إبراهيم ثم موسى، وموسى ذكر في القرآن 188 مرة، أكثر نبي ذكر في القرآن موسى، وأكثر نبي فصل الله قصصه في القرآن موسى، ذكر قصته في 25 سورة. نعرف ظروف البلد الذي ولد فيه، ونعرف كيف ولد وأين تربى،
حتى قصة زواجه نعرفها. هل هناك نبي من الأنبياء ذكر الله أخته في القرآن غير موسى؟ في نبي من الأنبياء ذكر الله أخاه في القرآن؟ الأسرة كلها ذكرت في القرآن، ذكر أمه وأخته وأخاه، كلهم ذكروا في القرآن. بل حتى طريقة تعرف موسى عليه السلام على العائلة التي تزوج ابنتهم نعرفها. اسأل أي واحد قل كيف موسى وصل للأسرة اللي تزوج ابنتهم، مقدار المهر اللي دفعه موسى للزواج نعرفه. فلما يحدثك نبينا صلى الله عليه وسلم عن موسى، اعرف أنه يحدثك عن نبي يحبه ويبجله. فيقول عليه الصلاة والسلام إن موسى سأل ربه قال يا ربي علمني دعاء أدعوك به، علمني دعاء أدعوك به. فقال الله يا موسى قل لا إله إلا الله. موسى كان يتوقع جوابا آخر، يعني يتوقع أن يعلمه الله تعالى دعاء لا يعرفه الناس، أن يخصه بدعاء. ولذلك قال موسى لما قال الله له قل لا إله إلا الله، قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني أنا أريد شيئا خاصا لي، كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. فقال الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. هل تعرف كم حجم السماوات؟ في حديث العباس بن عبد المطلب رواه أبو الشيخ في العظمة وغيره يقول عليه الصلاة، يقول العباس مر بنا سحابة ونحن جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام ما تسمون هذا؟ قلنا السحاب. قال والمزن؟ قلنا والمزن. قال والغمام؟ قلنا والغمام. فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام. أتدرون كم بين كل سماء والتي فوقها؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال 500 عام. تدرون كم بين السماء، تدرون كم سمك كل سماء؟ 500 عام. كل سماء وسماء بينهما 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام. قال وفوق ذلك بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام. وهذا تفسير قوله تعالى وكان عرشه على الماء سبحانه. هذه السماوات بهذه العظمة، يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. السماوات بما فيها من ملائكة، بما فيها من جنة، بما فيها من نجوم وكواكب وشموس ومجرات، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع كن في كفة، في كفة ميزان، ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، صارت لا إله إلا الله أثقل. يا موسى ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مفرغة، يعني صنع منها حلقة سوارة، صنعت لا من حديد ولا من حجر، لو صنعت هذه الحلقة من السماوات والأرض لقصمتهن لا إله إلا الله، يعني كيف تتساهل بلا إله إلا الله. ولذلك موسى لما أوحى الله تعالى إليه بالرسالة، موسى عليه السلام ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقال الله تعالى له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها، إلى آخر الآيات. لما كلف الله تعالى موسى بالرسالة طلب موسى عليه السلام شيئا واحدا،
بل طلب عدة أدعية، لكن أعظمها كان شيئا يتعلق بأخيه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم قال واجعل لي وزيرا من أهلي. أنا أريد أن يذهب معي أخي هارون يكون مؤازرا لي، أشدد به أزري وأشركه في أمري. يا ربي روح معي على أنه نبي، أشركه في أمر النبوة. ولذلك أعظم واسطة عرفت في التاريخ من لدن آدم إلى قيام الساعة، أعظم واسطة لشخص لشخص آخر، هي واسطة موسى لما شفع لأخيه هارون أن يكون نبيا. واحد ممكن يشفع لآخر أن يقبل في وظيفة، أن يتزوج، أن يكون، لكن أن يشفع إنسان في آخر ليرفع إلى درجة الأنبياء، هذا بلا شك أنه قدر عظيم. قال وأشركه في أمري، ثم قال موسى بعد ذلك كلاما يدلك على أن موسى يعلم بالعبادة التي يحبها الله تعالى أكثر من غيرها، فكأنه يقول يا ربي استجب دعائي حتى نفعل العبادة التي تحبها. ما هي؟ قال وأشركه في أمري كي إيش؟ كي نصلي ونصوم، كي نتصدق، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وصار هارون نبي. ليش؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يا ربي ابعث هارون معي وأتعهد لك أني أسبحك وأذكرك أنا وأخوي كثير. فأعطاه الله مسألته، أعطاه الله مسألته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والله إنه لتنغلق علي المسألة من العلم، مسألة ما يفهمها، فأستغفر الله أكثر من 1000 مرة فتفتح علي. الذكر يفتح الله به الأبواب المغلقة ويذيب به القلب القاسي. ولمحبة الله للذكر لما قال موسى عليه السلام كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. ثم قال الله بعدها اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا إيش؟ ولا تنيا في ذكري. روح أنت وأخوك، اذهب أنت وأخوك إلى فرعون، ويا موسى أنت قلت نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، لا تقصر في ذكري ولا تنيا في ذكري. ترى الذكر يا موسى بيعطيك قوة في الحوار مع فرعون، ترى الذكر يا موسى بيعطيك ثبات، الذكر يا موسى بيعطيك قوة إيمان، الذكر يا موسى بيعينك. ولا تقصر في ذكري ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. شوف الذكر، بل حتى غير موسى من الأنبياء ذكر الله تعالى في القرآن حال نبيه يونس عليه السلام. يونس عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قرية نينوى في العراق، دعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته فأبوا وأعرضوا وكفروا، فغضب يونس عليه السلام ودعا عليهم وفارقهم ومضى. فلما مضى جعل يلتفت في البحر يبحث عن مكان يمضي إليه، وأشار إلى سفينة وركب في السفينة والتقمه الحوت كما هي القصة المعروفة. فلما التقمه الحوت وهو مليم يعني ملوم على فعله، نزل الحوت إلى قعر البحر. يقول الله فنادى في الظلمات، نادى في الظلمات حيث لا يراه إلا الحي القيوم، لا يراه إلا الله ولا يسمعه إلا الله ولا يعرف حاله إلا الله. إنسان في جوف حوت، من سيسمع صراخه وأنينه حاجته ويعلم بمراده؟
من سيحفظه حيا وهو في بطن الحوت؟ كما يحفظ الجنين في بطن أمه حيا حتى يخرج من بطنها، حفظ الله تعالى يونس في بطن الحوت حيا يتنفس عايش. يقول الله: فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ارتفعت دعواته إلى السماء. قالت الملائكة: يا ربي، هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، هذا يا ربي نسمعه دائما، يسبح يهلل يستغفر، الصوت هذا مألوف عند الملائكة. يا ربي، هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ قال الله تعالى: هذا عبدي يونس. قالت الملائكة: يا ربي، أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ يا ربي، أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله: بلى. ثم قال الله عن يونس: فلولا أنه كان من المسبحين، عند تسبيح وتحميد وتكبير وعبادة، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شوف، حتى الأنبياء يعلمون بهذا. ولذلك آدم عليه السلام أبونا لما خالف وأكل من الشجرة التي منع من الأكل منها، كيف تاب الله تعالى إليه؟ ترى ما تاب عليه، قال له: صل كذا صلاة وأتوب عليك، أو افعل كذا صم وأتوب عليك. علمه العبادة التي يحبها الله. قال الله: فتلقى آدم من ربه كلمات ذكر، لأن الله يحب الذكر. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إيش الكلمات؟ لا إله إلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله تعالى عليه بسبب هذا الدعاء الذكر، بسبب هذه الكلمات. الفرق أيها الإخوة والأخوات بين المؤمن والمنافق ليس أن المؤمن يذكر الله والمنافق لا يذكر الله، كلا، المنافق يذكر الله بعد، المنافق يذكر الله، لكن الفرق بينهما أن المنافق يذكر الله قليلا، لأن القلب غير مشغول بالله، غير ممتلئ بتعظيم الله، وبالتالي القلب مشغول بأشياء كثيرة لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، هو ألهته عن ذكر الله، يفكر في ماله في عياله في أموره أكثر مما يفكر بالذكر. لكن المؤمن يذكر الله كثيرا. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لكن لما نادى الله المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا، ودائما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. دائما بعد يا أيها الذين آمنوا توجيه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، دائما توجيه. فيقول الله جل وعلا هنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. كم نذكرك يا ربي؟ ذكرا كثيرا. متى؟ وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحوه في الصباح وسبحوه في المساء، في الصباح حتى تمسوا وفي المساء حتى تصبحوا. بل ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب 10 صفات للمؤمنين، لم يقل في واحدة منها كلمة كثيرة إلا في واحدة، الذكر، مع أنها عبادات فاضلة. ذكر الصوم مثلا،
والله تعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان. الصوم محبوب إلى الله، وللصائمين يوم القيامة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون. ومع ذلك لما ذكر الله الصيام في الآية التي سنذكرها ما قال فيها كلمة الصائمين كثيرة، ذكر الصدقة. والصدقة بلا شك أنها منجات من العذاب وانشراح للصدر، ومع ذلك ما قال فيها كثيرا. لكن لما جاء عند الذكر اسمع، يقول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. هذه 9 صفات ما قال فيها كثيرة، صائمين كثيرة، متصدقين كثيرة. لكن لما جاء عند العاشرة وهي أعظمها وأحبها وأسهلها قال: والذاكرين الله إيش كثيرا والذاكرات. إيش جزاؤهم يا ربي؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة لذنوبهم ومضاعفة لحسناتهم. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولما ذكر الله صفات أولي الألباب قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما صفاتهم؟ أول صفة: الذين ماذا يفعلون؟ يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كل هذا لمحبة الله تعالى لهذا الذكر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يؤتى به يوم القيامة فتعرض أمامه سجلات قد كتبت فيها أعماله. يقول عليه الصلاة والسلام: كل سجل منها مد البصر، كل سجل منها مد البصر من عظم ما هو مكتوب فيها، وليس فيها حسنة واحدة، كلها سيئات. فيقول الله تعالى له: هل تنكر من هذا شيئا؟ يبدأ الرجل ينظر في السجلات: لا والله ما أنكر، هذه كذبة أعرفها، وهذا شيء فعلته، وهذا عقوق، وهذا سرقة، وهذا لا والله لا أنكر شيئا. هل ظلمك كتبة الحافظون ملائكة اللي وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، الملائكة اللي موكلين بكتابة أعمالك ظلموك؟ كتبوا أعمالا لم تعملها؟ كتبوا معاص اخترعوها عليك، افتروها عليك؟ هل ظلمك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا يا ربي. لا. فهل عندك شيء؟ عندك حسنات؟ قال: لا يا ربي والله ما أذكر عندي حسنات. فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم عندنا، لا تظلم عندنا. فيؤتى ببطاقة، بطاقة، فيقول الرجل: يا ربي وما تفعل هذه البطاقة بجانب هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم، ما دام عندك حسنة نجيبها. هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى لمن؟ لمن؟ للذاكرين. اللي يكثر من الذكر حري أن يكفر الله سيئاته. قال: فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة. قال: فتطيش البطاقة بالسجلات، تكون البطاقة أثقل من تلك السجلات. شوف تأثير الذكر والتوحيد إذا كان الإنسان يقوله دائما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من فضلها ومن جلالة قدرها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أصحابه على الإكثار من الذكر. يقول أبو هريرة: كنا في المجلس الواحد نعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله أستغفر الله في المجلس الواحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. ولما كان عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته في أحد، كان طلحة رضي الله تعالى عنه بجانب النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب، فرمي طلحة بسهم، فلما رمي بالسهم السهم يأتي خاطفا سريعا، فحتى يبتعد عن السهم ما استطاع يبتعد كله بسرعة، فأصاب السهم طرف أصبعه فقطعه. فلما قطع السهم أصبعه قال طلحة: حس، يعني أح حس. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. يعني لو أنك أول ما، طبعا حس هذه كلمة نقولها نحن اليوم، واحد الآن لو تفاجأ بشيء حار قال أح أو قال أي، طبيعي أن يقول الإنسان هالكلمة عندما يفاجأ بشيء. فهو قال حس كما يقولها الناس عندما يتفاجؤون بألم مفاجئ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: لو قلت بسم الله، لو أنك أول ما تفاجأت قلت بسم الله، لدل أن القلب مليء بالذكر، فأول ما تخض القلب يطلع ذكر لأنه مليء بالذكر. فقال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. من تشجيعه عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الذكر ومن تحريصه لأصحابه عليه. الذكر ينفع المرأة في شيئين، منها أن الله تعالى يعظم به أجرك ويثقل به موازينك، ومنها أن الذكر يعطي الإنسان قوة في بدنه. وقد يقول البعض: كيف يعني الذكر ممكن يعظم لي حسناتي، يحببني إلى ربي، لكن يعطيني قوة حقيقية في البدن؟ نعم، يعطيك قوة حقيقية في البدن. ولذلك لما ذكر الله تعالى ذكره أثناء القتال قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم إيش تفلحون. يقول ابن كثير وغيره، يقول قول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، آية عامة ليست خاصة بالقتال. يعني واحد يا جماعة يشتغل سائق تاكسي، من يوم تصبح وتركب سيارتك اذكر الله كثيرا، لأن الذكر مربوط به الفلاح والنجاح والربح. واحد من يوم يفتح محله دكانه اذكر الله كثيرا، ترى بيجيك الخير والرزق. واحد رايح يخطب اذكر الله كثيرا حتى يوافقون. واحد يريد أن يصنع شيئا واذكر الله كثيرا، اللي يبغى الفلاح لعلكم تفلحون. كان الجاهليون يتفاخرون بذكر محبوباتهم أثناء القتال، ولذلك عنترة كان يقول: ولقد ذكرتك، يتغزل بعبلة يقولها: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي. وفي شعر آخر له في رواية أخرى للبيت يقول: ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. يقول يا عبلة في أثناء القتال ما في بالي إلا أنت. فأمر الله تعالى بنسيان كل أحد إلا هو، قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعلي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنها، فاطمة كان عمرها 18 سنة وعلي عمره 26 سنة، فهم كانوا أصلا أهل المدينة عموما في ذلك الحين أهل حاجة، يعني ما كان الناس موسعا عليهم في أرزاقهم وأموالهم، فالمرأة في البيت تذهب وتأتي بالماء من البئر كل يوم، تروح شايلة القربة على ظهرها.
وتجمع الطعام للفرس وتطحن بالرحى وتشتغل. فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما بسبي، يعني ناس جو وغزوا المدينة وقاتلوا الصحابة ثم هربوا، فجيء بهم بعد ذلك، انتصر الصحابة عليهم وجيء بهم فصاروا خدما. فقال علي رضي الله عنه لفاطمة: ألا تتعبين من الرحاء؟ قالت: بلى. ما تتعبين من جمع الطعام للفرس؟ قالت: بلى. أنت ما تتعبين من الشغل؟ قالت: بلى، لكن يعني ما في اختيار آخر، ماذا أفعل؟ يعني لا يوجد خادم ولا يوجد أمه مملوكة. فقال لها: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادما. خرجت فاطمة بعد الفجر إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، طرقت الباب فلم تجده، فأخبرت عائشة بما تريد. قالت: يا عائشة، أنا والله أريد كذا وكذا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته كالا متعبا، حدثته عائشة بمجيء فاطمة وأنها أرادت كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: يعني هذا موضوع سهل ويسير وغير عاجل ولا مهم، خلني إلى بكرة الصباح أرى عليا وأشوف وش عنده. لا، خرج صلى الله عليه وسلم من لحظته إلى بيت ابنته فاطمة حتى يبين لزوجها: ترى بنتنا غالية علينا، نأتي وننظر في حالها وننظر في شأنها وكذا. تفضل يا شيخ، خلها معك. فقال النبي صلى الله عليه، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت ابنته فاطمة، فلما وصل وطرق الباب قال علي: على رسلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنتما على حالكما. ودخل ثم جلس صلى الله عليه وسلم بينهما على الفراش. فلما جلس بينهما قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة، سألها عن مجيئها فأخبرته أنها جاءت تريد خادما. فقال عليه الصلاة والسلام لها ولعلي: أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أنا لن أعطيك خادما، لا، أنا بعطيكم أحسن من الخادم. أنت تشتكين التعب وتشتكين الجهد وأن جسمك يتعب ويجهد من حمل القربة من البئر إلى البيت والطحن بالرحى وجمع طعام للفرس، أنا بأعطيك أحسن من الخادمة، بعلمك شيئا يذهب عنك كل ما تجدين من تعب ونصب. أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذتما مضاجعكما، واحفظوها أيها الإخوة، قال: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34. كم المجموع يصير؟ 100. قال: فإن ذلك خير لكما من خادم. يعني الجهد والتعب الذي عندك يذهبه كثرة الذكر. وهذا مثبت علميا اليوم، أن الأمور النفسية تعطي الإنسان قوة في بدنه. الآن أليس يوجد أحيانا بعض الناس ربما لو تدخل عليه وتقول له: والله يا أخي لاحظ وجهك أصفر وعيونك صفر ماش وجسمك ذابل وجلدك متغير شوي ماش طالع عليك الهزل شوي، وما أحس أنك، تلقاه لو تقول له قم جيب الشاهي يالله يقوم يتحرك يجيب الشاهي، لو تقول له صب قهوة يالله يقوى يشيل الدلة. لكن لو تدخل على مريض وتقول له: أبد يا رجال طيب ما شاء الله عليك، يا رجال وجهك زين وعيونك زينة وما شاء الله وجلدك زين ومتفتح، يا رجال من يقول لك مريض؟ إلا ما شاء الله، لا إله إلا الله، لا ينظلونك بس ما في كل العافية، ما شاء الله وجهك وردي وش زينك، يمكن يقوم يذبح لك ذبيحة في مكانك من النشاط. الدعم النفسي يعطي الإنسان قوة. ولذلك إلى اليوم تجد أحيانا لو واحد مثلا صار لحادث مثلا مع أولاده، الله يعافينا وإياكم، تلقى الأب ربما طايح من السيارة وربما يده مكسورة ولا متعورة ولا رجله ولا في ضربة في راسه ولا ربما الدم ينزف، ومع ذلك يجي ويفتح السيارة وربما في حريق ويطلع عياله واحد واحد ويشيلهم ويبعدهم ويجي يركض ويشتغل.
بينما لو تطلب منه يفعل هذا الأداء بهذا الحماس والقوة والقدرة، لو تطلبه يفعله في وقت عادي حتى وهو طيب غير مصاب يمكن ما يقدر، صح ولا لا يا جماعة؟ أليس يطلع عند بعض الناس نشاط في بعض المواقف؟ وهذا مثبت اليوم علميا أن بعض الأمور النفسية يعطى الإنسان قوة يستغرب منها بعدين. ولذلك لا يستغرب لما يقول أهل العلم إن كثرة ذكر الله تحفظ للإنسان حتى قوة بدنه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وربما أصاب الشيطان الإنسان ببعض الآلام، فإذا ذكر الله، إذا الإنسان ذكر الله خنس الشيطان من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، يبعد الشيطان عنه إذا كان الإنسان على ذكر. بل الذكر يحمي الإنسان أيضا من الحسد، من العين، من الجن. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع إليه الصدقات، صدقة الفطر، فلما جمعت بين يديه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من يحفظ لنا هذا المال؟ من يحفظ هذا المال؟ يعني حتى يأتي يوم العيد ونوزعه، من يحفظ لنا هذا المال؟ قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. جاء أبو هريرة وأخذ المال وضعه في بيته وبقي طوال الليل يحرس لا يجي أحد يسرق. يقول أبو هريرة: فلما أظلم الليل وإذا بحاث يحثو من الصدقة، أحس أن في واحد جاء يحرك يسرق، فقام أبو هريرة في ظلمة الليل وتعلق به: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف تسرق في أموال الناس؟ والله لأقبض عليك والفجر أذهب بك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل: أنا فقير ومسكين وضعيف، اتركني ولا أرجع، وعندي بنات أربيهم وحرام عليك واتركني. قال أبو هريرة له: لا ترجع أبدا. قال: خلاص ما أرجع أبدا. تركه أبو هريرة. ثم صلى أبو هريرة الفجر وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة اللي أنت أسرته؟ ما فعل؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك وسوف يعود. جلس أبو هريرة الليلة الثانية يحرس، وإذا بهذا الحاثي يحثو من الصدقة، قام أبو هريرة وأمسكه: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعاد عليه نفس الكلام: أنا مسكين وضعيف وفقير، اتركني أرجوك، ما ترجع؟ قال: ما أرجع. فتركه. فلما صلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك، سيعود. فلما كان الليلة الثالثة جلس أبو هريرة عند المال، فأقبل السارق وتعلق به أبو هريرة، فجعل السارق يردد العذر اليومي: أنا مسكين وفقير. وأبو هريرة لا يقبل منه: لأرفعن، ما في اليوم عذر، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك السارق: يا أبا هريرة، اتركني. الآن بيقدم عرض لأبي هريرة، يقول: اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. أنا الحرامي بيحدث على الصحابي، هذه عجيبة. يعني بعض الناس يتفلسف، ترى هم ذكروا أن قالوا مرة أحد القضاة جاء إليه بسارق، هذا السارق قفز في بيت وجاء إلى خزنة حديد ربما لو تضربها بصاروخ ما انكسرت، واستطاع أنه يكسرها ويسرق المال اللي فيها. فلما رفع أمره إلى القاضي وجعل القاضي ينظر التقارير ويشوف الصور تعجب، فقال القاضي لهذا السارق: أنا لا أعجب من سرقتك ولا من حبك للمال ولا من قفزك في البيت، لكني أعجب كيف استطعت أن تكسر هذا الحديد الصلب؟ كيف قدرت؟ علمني، الصور تروع، كيف استطعت أن تكسر هذا الحديد؟ فقال له السارق: يا أيها القاضي،
أما سمعت قول الشاعر: ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. يقول ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. قال: ما شاء الله الأخ داود عليه السلام وألن له الحديد، وين التقوى اللي في قلبك؟ لو عندك تقوى ما سرقت أموال الناس، وبالتقوى يلين لك الحديد. فبعض الناس يتفلسف، حتى ذكر التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة، ذكر أن شابا طالب علم وأراد يسافر من بلد إلى بلد ليطلب العلم، وأخذ من كتب معه كتبه وأوراقه وجعلها في كيس وملابسه، وركب دابه وراح مع قافلة، لأنهم لا يستطيع أحدهم أن يسافر لوحده، يركب مع قافلة حتى يعين بعضهم بعضا ويحمي بعضهم بعضا. في أثناء الطريق هجم عليهم عصابة لصوص، وأقبلت هذه العصابة وضربت الناس وأنزلوا الناس من على الدواب وسرقوا الدواب وسرقوا المتاع، حتى نزعوا الثياب اللي على الناس وخلوا ما عليهم إلا سراويل بس تستر العورة. خذوا حتى الثياب لها قيمة، العمامة والثوب والمشلاح لها قيمة، خذوها. ثم جلس الرئيس العصابة يقتسم المال مع أصحابه. الشاب طالب العلم هذا صح أنه ضايق صدره على دابته وعلى يعني ماله، لكن هذا كله يتعوض. اللي ما يتعوض كتبه، وكانت الكتب في السابق ليست مثل اليوم. اليوم لو يضيع من كتاب رياض الصالحين اشتريت مثله أو سحبته من الإنترنت. في السابق لا، الكتاب كان الواحد حتى يكون عنده نسخة من كتاب مثلا رياض الصالحين لازم يروح ويكتبه بخطه ويأخذ النسخة كتابة. فالشاب ينظر إلى كتبه ويدري أن هؤلاء الناس لا يقدرون الكتب ولا يهتمون بها. هذا مثل واحد مر في كتاب مخطوط مطبوع يعني، بس وضع صور للمخطوطة اللي وجدت بعدين جعلت كتابا. كيف اكتشف المخطوطة؟ يقول: رحت مرة لأحد البلدان العربية وجئت لصاحب شاورما وشريت منه الشاورما، وجنبها أوراق يمزع منها ويلف الشاورما ويعطينا. يقول: أخذت الشاورما، فلما انتهت أقرأ ماذا في الورقة، أتسلى، وإذا هو كتاب لأحد السلف مخطوط. يقول: وجعلت أنظر ورجعت له مباشرة، وصرت أجمع الأوراق اللي طايحة اللي الناس رامينها. قلت: من وين هالكتاب؟ قال: هذه كتب قديمة كانت بعد جدي، وجدت في المستودع مرمية، وبدل ما أشتري أوراق للشاورما قلت خلني أوفر على نفسي أستعمل هالأوراق. فهو لا يعرف قدر الكتب. قال: هذه المخطوطة لو تبيعها جابت لك كذا وكذا من المال، قيمة محلك كله مو بس الشاورما. فالشاب ينظر إلى كتبه في كيس ويعلم أن هؤلاء إذا فتحوا الكيس بعد ذهابهم ورأوا كتب رموها، وهذه الكتب بذل فيها ليالي وهو يكتبها. فجاء الشاب واقترب من رئيس العصابة، قال له: السلام عليكم. قال للرئيس: اطلع راح والله انقربت بنقتلك. قال له: أنا عندي بس طلب صغير. قال: ما هو؟ قال: إنكم قد أخذتم مني شيئا لا ينفعكم ويضرني. قال: ما هو؟ قال: أخذتم مني كتبا. أنا لا ترجع لي فلوسي ولا ترجع لي دابة، أرجع لي كتبي. أنتم حرامية يعني، ماذا تريدون بالكتب؟ ابترمونها بعد شوي، أعطني كتبي بس. فكسر خاطره، قال له: وين الكتب؟ قال: هناك. ونظر وإذا كتب، وجعل يقلبها، لا والله كتب علم. فالحرامي الكبير هذا أعطاها إياه. قال: أنت طالب علم؟ قال: نعم. قال: شو موديك؟ قال: والله رايح أقابل شيوخ وأكتب الحديث. قال: صعبة تبقى بسروال وفنيلة مثل البقية. أعطوه ملابسه، وين ملابسك؟ قال: هذيك. أعطوه ملابسه ولبس وصار شيخ. قال: وين دابتك؟ قال: هذيك الناقة. قال: أعطوه ناقته. وأعطوه الناقة، خلاص الحين الشاب صار مرتب. وين ملابسك؟ كلش يخص أعطوه إياه، هذا طالب علم. ثم كأن الحرامي هذا أحب الشاب، وأخذ بيده كذا قبضة دنانير
من اللي توهم سارقينها، وقال للشاب خذ هذه بعد تزود بها، تحتاج انك هناك تاكل وتشرب وتسكن، خذ هذه هدية. فقال الشاب لا، هذا مال حرام ولا آخذه. فقال الحرامي هذا مال حرام، عز الله انك ما تدري. قال ليش؟ قال هذا المال أحل لنا من المطر. قال شلون أحل؟ أنت وك سارقه أحل من قال تبغاني أعلمك إن حلال؟ قال نعم. قال اجلس اجلس جنبي، وجلس. ثم نادى هذا الحرامي واحد من اللي واقفين، واحد من هالشيبان، وجاه قال أنت ما هي تجارتك؟ قال في الإبل والغنم. قال لو صار عندك 5 من الإبل كم زكاتها؟ هذا الحرامي الحين يسأل، يمكننا الشيخ سابق يعني. قال كم زكاتها؟ قال بعير. قال لا خطأ. طيب لو عندك 39 من الغنم وقبل أن يتم الحول ولدت واحدة من الغنم، هل تحسب الإنتاج الجديد هذا من حساب السنة الأولى ولا تحسبه من جديد؟ قال والله ما أدري. قال طيب لو عندك 15 من البقر و15 جواميس جنسها واحد، هل تخليها زكاتها واحدة؟ قال والله ما أدري. قال يعني عمرك ما زكيت؟ قال لا والله ماني بزكي. قال رح تعال يا الثاني. قال نعم. قال ما تجارتك؟ قال الذهب والفضة. قال طيب لو عندك سوارة فيها 50 جرام ذهب و20 جرام فضة، تحسبهن مع بعض ولا تحسب الفضة مع الفضة والذهب مع؟ وجعل يعطيه مسائل في فقه الزكاة للمعادن للنقدين الذهب والفضة، وهذا قل ما أدري ما أدري. قال يعني عمرك ما زكيت؟ قال لا ماني بزكي. قال راح تعالي الثالث، وش تجارتك؟ قال أنا عندي إنتاج قمح وشعير. وسألك كم سؤال، كم صاع هنا وكم كيل هنا وكم، وإذا هو ما يدري. قال عمرك ما زكيت؟ قال ماني بزكي. قال راح. ثم التفت الحرامي للشاب قال شفت؟ شوف هذول ناس أموالهم مختلطة حلال وحرام، فالله يسلطنا عليهم عشان نأخذ الأموال الحرام منهم، الله يعاقبهم بنا. أنت عاجبك عاد تأخذ هالدنانير ولا رح؟ أما أنا فأرى أنها حلال. وهذا من التأويل الفاسد طبعا، مثل تأويل إبليس. إبليس لما أبدا يسجد لآدم قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، كأنه يقول أنا لي عذر. فهذا التأويل يزيد مثل ما قال ابن القيم أمثال ذا التأويل أفسد هذه الأديان لما سرى إلى الأديان. فأبو هريرة يقول له الحرامي أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فما هي هذه الكلمات؟ فقال هذا اللص هذا السارق لأبي هريرة أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال أبو هريرة ما تعلمني؟ قال إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي إذا بتنام، اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أبو هريرة سمع هالكلام من حرامي، ما ترجع؟ قال ما أرجع، وذهب أبو هريرة وصلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال ما علمك؟ قال زعم أني إذا قرأت آية الكرسي أنه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. فقال عليه الصلاة والسلام له صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يا أبا هريرة تدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ قال من يا رسول الله؟ قال ذاك الشيطان. ولذلك قراءة الإنسان لآية الكرسي تحميه عند النوم بإذن الله تعالى من يتسلط عليه شيء. أخيرا أيها الإخوة والأخوات، سأذكر لكم بعض المسائل الحكمية الفقهية المتعلقة بالذكر. الذكر بلا شك له فضله، لكن هناك أحكام شرعية تتعلق به. أولا الأذكار التي جاءت بصيغ متعددة، فإنك تقول في كل مرة صيغة منها، مثل أذكار الصباح ورد فيها، أذكار الصلاة ورد فيها عدة صيغ. ورد أنه يقول بعد الصلاة سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات، وورد أنه يقول سبحان الله 25 مرة، الحمد لله 25 مرة، لا إله إلا الله 25 مرة، الله أكبر 25 مرة.
وورد أن يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، وورد أنه يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، هذا كم المجموع؟ 99، أحسنت. ثم يقول تمام 100 عشان يكمل 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها مرة واحدة حتى يصير العدد كله 100. يسن للإنسان أن حسب ظرفه يقول الأذكار، يعني واحد مستعجل مرة فيقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات ويمشي. واحد عنده وقت يقول الطويلة منها، وهكذا. فهي نوعت على هذا الأساس، هذا شيء. الأذكار التي وردت كل واحدة لها فضل، يسن أن يجمع بينها، مثلا أذكار الصباح والمساء، سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت إلى آخره. قال من قاله في الصباح ومات قبل المساء دخل الجنة، ومن قاله في المساء ومات قبل الصباح دخل الجنة، هذا ذكر. ويقول أيضا من الأذكار الصباح والمساء، من قال حين يصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قال حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح. ما دام كل وحدة لها فضل فاجمع بينها، حتى لو تقول من أذكار الصباح والمساء 10 أذكار 12 ذكر، ما عليك. بس لا يجوز اختراع أذكار. جلس عبد الله بن عمر يوما في مجلسه وعنده قوم، فواحد من هؤلاء الجالسين عطس وقال الحمد لله وصلى الله على رسول الله. بن عمر استغرب، يعني اللهم صل وسلم على رسول الله، لكن هل أنت كل ما عطس تقول صلى الله على رسول الله؟ لكنه سكت. فجلسوا قليلا وعطس الرجل مرة ثانية وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أنك مبتدع. قال لماذا؟ أنا أصلي على النبي. قال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يعطس ويقول الحمد لله بس، من وين زدت والصلاة والسلام على رسول الله؟ ولذلك ما يجوز الواحد يخترع أذكار. يعني مثلا عندنا أذكار مربوطة بأعمال، من أراد أن يدخل الخلاء بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يطلع من الخلاء غفرانك، الذكر مربوط بعمل. أبدخل المسجد اللهم صل على محمد اللهم افتح لي باب رحمتك، بطلع من المسجد اللهم صل على محمد افتح لي باب فضلك، هذه أذكار مربوطة بأعمال. عطست الحمد لله، ذكر مربوط بعمل. لكن لو جاء واحد كلما تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا له ما يصلح. قال يا أخي استعيذ بالله من الشيطان الرجيم تمنعوني؟ نقول لا نمنعك، لكن لا تربط هذا الفعل بالذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تثاءب أحدكم فليكظمه ما استطاع، فإن الإنسان فإن أحدكم إذا قال آها ضحك منه الشيطان، انتهى الحديث. هل قال النبي عليه الصلاة والسلام وليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ما قال. لو فتحنا الباب لكل من أراد يخترع اختلطت السنن بالبدع. يعني مثلا بيجيك واحد كلما حك إذنه يقول مثلا ربي اغفر لي ولوالدي، وصار يحك إذنه عند عياله يقول ربي اغفر لي والدي، عند طلابه في المدرسة ربي اغفر لي والدي، راكب مع ناس في باص ربي اغفر لي ولوالدي، صار الناس يقولون والله الظهر أنها سنة ما عرفناها، ويبدأ أولاده يفعلونها ويبدأ طلابه يفعلونها وأصدقائه يفعلونها، فتصبح البدعة دخلت للناس، ويصبح بعد ذلك الناس يعطسون يقول الحمد لله، يحكون اذنهم ربي اغفر لي والدي، يتثاوبون على الشطر، دخلت السنن في البدع. ولذلك من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، كما في حديث عائشه في الصحيحين. نقول التزم بالاذكار الوارده، كونك مره مرتين تثاءبت وقلت اعوذ بالله من الشطر الرجيم ما في باس، لكن نحن نتكلم عن المداومه عليها. واحد مره حك اذنه قال ربي اغفر لي والدي ما عليك باس، لكن نتكلم عن المداومة، مداومة حتى يظن الناس أنها سنة، خلاص كل من حكذنه يقول هذا الذكر. هذا أيضا منهي عنه، أن الواحد يألف من عندها أذكار أو يألف من عندها أعداد، يقول مثلا من أراد أن مثلا يفرج همه فليقل كذا وكذا 77 مرة. نقول جزاك الله خير، بس من أين جئت بهذا العدد؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أعداد معينة،
مثلا من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة وجبت له شفاعتي، مثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وكل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة. ومحيط أعدانا أعداد، لكن أنت قلنا 77 مرة، أعطنا دليلا على أن هذا الذكر يحل هالمشكلة، أعطنا دليلا وابشر. ما يجوز الواحد يخترع من عنده أذكار أو يخترع من عنده أعداد. بعض الأذكار واجبة، مثل أراد الواحد أنه يصلي واجب أن يقول الله أكبر سمع الله المحمد، هذه واجبات. عند الطعام واجب أنه يقول بسم الله. في أذكار واجبة وفي أذكار سنن، وأكثر الأذكار سنن، مثل أذكار الصباح والمساء، أذكار متعددة، ذكر لبس الثوب ونحوها، هذه أذكار متعددة جاءت على سبيل السنة ليست على سبيل الوجوب. الذكر لا يشترط له الطهارة، ممكن الواحد على جنابة أو على حدث أصغر أو على أي حال يسبح يهلل يستغفر يذكر الله، ليس عليه في ذلك بأس، وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة الأفضل. النبي عليه الصلاة والسلام مر به بلال، هو عليه الصلاة والسلام وراء شجرة أو وراء صخرة وكذا يعني يتبول، فخرج عليه الصلاة والسلام فقال بلال السلام عليكم يا رسول الله أو أبو هريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رد، التفت فرأى جدارا جنبه طين فضرب بيديه وتيمم وقالوا عليكم السلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني أحببت ألا أذكر الله إلا على طهارة. طبعا هذا سنة، لكن ما يمنع الواحد على طهارة ولا غير طهارة اذكر الله، سبح وهلل واستغفر ما عليك بأس. هناك أذكار جاء فيها فضائل، مثل في رواه الترمذي من قرأ قل الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، قلها دائما. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 وجبت له شفاعة يوم القيامة. الواحد اللي بعد الفجر في أذكار الصباح والمساء يقول اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله 10 مرات، أو يقول الذكر الطويل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره 10 مرات الصباح و10 مرات المساء وجبت له شفاعة يوم القيامة. هذه أذكار يعني جاء فيها فضل للمرء إذا فعلها، وكلما كان الإنسان مكثرا منها رفع الله تعالى به درجاته وصار أقرب لإجابة دعائه كلما كان الإنسان كثير الذكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يا من عز فارتفع وذل كل شيء إلا هو خضع، اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته، يا عظيم المن يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أنزل عليهم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم انصر جنودنا على الحدود، اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وكلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا، اللهم كل أهلنا في بلاد الشام، اللهم مكن للحق وأهله بينهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم على ما تحب وترضى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك أن تحفظنا في بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، اللهم احفظ ولي أمرنا وولي عهده ووفقهما لما تحب وترضى،
وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأسألك لحفر الباطن وأهلها ومن حولهم أن تسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة. اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا فساد. اللهم انفع به العباد والبلاد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، سحا غدقا طبقا، مجللا عاما غير خاص، نافعا غير ضار. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعل فيما تنزله علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.